بعد ما رجعت من الدكتوراه ما كانش في حد يعرف كتير عن العلم ده، علم دراسة الحفرات الفقرية، وكنت دايما بشارك في محاضراتي ان انا عندي حلم عايش لي ان انا اعمل مدرسة للحفرات الفقرية. طبعا انا كواحد حابب التخصص كنت طبعا عاوز ولد في الاول، لكن اللي طرق الباب هم البنات. لما رحت له أو ايمان زميلتي علشان نتدرب معاه، هو شافنا بنات مش هنقدر نقوم بالمهمة دي، لان شغلنا بيحتاج زي ما احنا قلنا بيت في الصحراء وسفر وتعب، ودي يمكن مؤهل للرجال اكتر، وكمان مجتمعيا يقبلوا الراجل يعمل كده عن البنت. وهو كان عنده القناعة دي ان احنا يومين وهنمشي ومش هنكمل الموضوع، بس يعني احنا اثبتنا له ان احنا جدعان. احنا كنا بنشجع بعض على كل حاجة، فطبعا لما كنا بنطلع رحلات ما كانش في عقبة بتقف قدامنا، او حتى لو في عقبة بتقف قدامنا كنا بنحاول ان احنا نتجاوزها مع بعضينا. في رحلة المنصورة سورس كانوا اكثر من رائعين، فعلا منظمين جدا، منضبطين بدرجة عالية، حريصين على كل عظمة أو حفرية بنطلعها من الأرض. وكانت تجربة فعلا غيرت قناعتي تماما إن مش بالجندر أو بالجنس ده هو اللي بيحرك أي واحد لمستوى النجاح، هو الشغف وحبه للي بيعمله.